هنا المملكة وأهلا بكم في النشرة الرياضية المفصلة ونبدأها بالعناوين. المنتخب الأولمبي يودع البطولة الآسيوية وحلم الأولمبياد يتأجل مرة أخرى. الوحدات يسعى للتأكيد والأرثوذكسي للتعويض في نهائي دوري كرة السلة. وأستراليا المفتوحة تحتضن أبطال كرة المضرب لتعلن انطلاق موسم بطولات لجراند سلام. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع بطولة كأس آسيا لأقل من 23 عاما بنسختها الرابعة والتي تقام منافساتها حاليا في تايلاند. ودع المنتخب الأولمبي لكرة القدم النهائيات الآسيوية لتحت 23 عاما والمقام حاليا في تايلاند بعد خسارته بالوقت القاتل أمام كوريا الجنوبية وبهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة. تقدم المنتخب الكوري بهدف في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب تشاو سونغ، ولكن يزن عماد أدرك التعادل للمنتخب في الدقيقة 75. وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب الكوري هدف الفوز عن طريق لاعبه لي دونغ ليخطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي. هذا وكان المنتخب الوطني يمني النفس بالتأهل والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو. الحديث أكثر عن أداء منتخبنا الوطني ينضم إلينا المدرب الوطني الكابتن ناثر جرار. كابتن، في البداية نرحب بك في نشاطنا وعبر شاشة المملكة. يعني المنتخب قدم أداء قوي خاصة في الشوط الثاني أمام منتخب كوريا صاحب الخبرة والتاريخ في التأهل إلى الأولمبياد. كيف تقيم أداء منتخبنا عبر شوطي المباراة؟ شوف، الحقيقة المنتخب الكوري باعتقادي كان هو الفريق الأفضل في المباراة. فريق اعتمد على ال عمل كثير بريك اويز على الفريق الاردني. نعم. الفريق الاردني كان شكليا فريق سوليد دفاعي، كان عم بيحاول لعب بنفس الاستراتيجيه اللي شفناها من بدايه التصفيات، لكن انا بتشاهده غير في خطه اللعب اليوم. يعني كان في مرونه في تغيير خطه اللعب بين 4-3-3 الى اليوم 5-4-1 في الشوط الاول، وكان هناك تغير. شوف، هو تغيير تكتيكي في المجموعات في اول مباراتين اعتقد المنتخب الاردني لعب في 3 مدافعين. نعم. في اخر مباراه حول لاربعه، المباراه رجع عمل، شفنا شوط بشوط نوعا ما. نعم. مختلفين. لكن كابتن مهند، هاي المباراه اليوم كان عنوانها، انا لو كوريا توفقت في احراز الاهداف اللي صحت لهم اعتقد كانت النتيجه كانت تكون أسوأ من، يعني افضل من هيك للمنتخب الكوري. ورغم الصلب الدفاعي للمنتخب الاردني، المنتخب الكوري استغل موضوع الكرات الثابته. نعم. اي فريق اليوم في عالم كره القدم فريق عنده شكل دفاعي قوي، الطريقه الوحيده انك تهزمه في اذا كان جدا مغلبك تكتيكيا هو انك تحرز في طبات ثابته، وهذا اللي حققه منه. طيب، انت مدرب تلعب امام كوريا الجنوبيه في مباراه فاصله، كيف تلعب الشوط الاول وانت تعلم الزخم الهجومي والسرعه بالنسبه للمنتخب الكوري الذي يتحكم في رتم المباراه؟ شوط اول كيف تقوم باللعب، باي خطه؟ شوف، مع هذا المنتخب حسب ما شفته انا بحاول قدر المستطاع امسك في الثلث الوسط في الملعب. نعم. الميدل ثيرد لا بكون زون كثير ولا بحاول اضغط كثير عالي. نعم. بالذات الشوط الاول، وعشان اقرا كمان اكثر القدرات الفرديه، نقاط القوه الضعف. بس شفنا المنتخب الاردني كان نوعا ما في بعض اللحظات مندفع. نعم. شفنا المنتخب الكوري ارتد على المنتخب الاردني، وكنا نشوف حالات 4-3. نعم. 3-3، حالات نادره انك تتوقعها انه الاردن تسمح لهذا الحكي. نعم. هذا شاهدنا ربما في اواخر الشوط الاول حاله 3-3 كان ممكن. نعم. ان يسجل منها الهدف الثاني. طيب، نذهب الى تصريح المدرب الكابتن او المدير الفني احمد عبد القادر الذي اكد ان هذا المنتخب يعتبر نواة المستقبل لكره القدم الاردنيه، فلنستمع. شوف كابتن، الشوط الاول بصراحه حاولنا احنا نكون، يعني ما نستخدمش كل، يعني الجانب الهجومي نكون معتدلين نوعا ما فيه. السبب الرئيسي اللي هو حرارة الجو بصراحة والرطوبة الموجودة، مشان ما نستنفذ كل قوانا، في كان عندنا خطة للشوط الثاني الحمد لله رب العالمين ونجحنا فيها، لكن أولا وآخرا يعني هذا الموجود كان بالنسبة لنا في الشوط الأول. اللاعبين الموجودين معظمهم، في 3 لاعبين في الملعب كانوا مواليد 2000، وحوالي
5 لاعبين مواليد 99 وفي لاعبين 3 كانوا من مواليد 97، هم مستقبل الكرة الأردنية بصراحة، وهم راح يعول عليهم المنتخب الوطني الأول خلال السنتين القادمات بشكل مميز. إذن كابتن ناثر، استمعنا إلى حديث كابتن أحمد عبد القادر، يعني واضح العصبية الظاهرة عليه، ربما الزعل، لكن أكد أيضا أن الحرارة كانت سبب رئيسي وراء تراجع مستوى الفريق وعدم تقديم ربما لبعض اللاعبين لواجباتهم على أكمل وجه. تؤمن بهذه الظروف؟ أنت مدرب لذلك استضفناك، يعني كيف تنظر ضمن ظروف نحن متفرجين في الآخر، في النهاية نريد لمنتخبنا الأولمبي أن يفوز، لكن في الطرف الثاني هناك واقع، ظروف، طقس، رطوبة، ربما إصابات، شد عضلي عند اللاعبين، خوف عند البعض الآخر. شوف، موضوع انه لاعبين المعدل الاعمار اللي تحدث عنه كابتن احمد، نعم انا بايده، احنا اعتقد كسبنا جيل رائع، نعم، بين في هذه البطوله، فهذا شيء ايجابي لازم نبني عليه اليوم وننظر الى ايجابياته. لكن انا اذا بدي احكي انه عوامل الجو، وانا هون معناته في صراع مع المنظم اللي هو الاتحاد اللي بعتني، نعم، على البطوله. المنتخبات كلها طلعت في وقت معين، واعتقد الوقت لانك يصير عندك ادابتيشن مع وضع الجو والرطوبه و كان كافي. انا مش بدافع او هذا، لكن لعبنا مجموعه قويه، نعم، لعبنا، ادينا اداء، اخذنا اللي بدنا اياه ضمن نفس هاي الظروف، نعم، ما تغيرت، ما لا يعني ما اعتقد الظروف الجو هي بس اللي فرقت على موضوع كوريا. اذا نحكي بحالات تعب، بحالات هذا، ممكن اللي استفاد منه المنتخب الكوري انه في المجموعات المدرب عمل كثير روتيشن، غير لاعبينه، فربما هو دارس انه اذا احنا مجرد ما بنتاهل وبنلعب بالمباراه اللي بعدها بيكون في استشفاء واللعيبه مرتاحين، نعم، المجهود موزع. لكن المنتخب الاردني المجهود ما كان موزع بشكل على كل اللاعبين، في لاعبين كان عليهم حمل اكثر من ربما غير، يعني ما يحسب ربما لي احمد عبد القادر والبعض يعتبره عليه انه قد غير في التشكيل منذ اول مباراه وحتى مباراه كوريا، حتى في مراكز اللاعبين ربما لاعبين في كل مباراه يغير، ولانه نشاهد ربما بعض التشكيلات، هذه تشكيله الاردن وكوريا الشماليه ومن ثم الاردن مع فيتنام وايضا امام الامارات والمباراه الاخيره امام كوريا الجنوبيه. يعني على سبيل المثال ايهاب خوالدي افضل لاعب في المباراه الماضيه امام الامارات، اليوم كان على دكه الاحتياط. بالنسبه لي التغيير سببه تغيير سيستم اللعب. فاذا هو بيلعب بثلاثه ورا، بيلعب باربعه، بيعتمد كيف، نعم، بده يستخدم الاوراق. لكن بالمجمل انا باعتقادي مثلا اللاعب يزن رقم 19 في المنتخب، نعم، الاردني كان لاعب جدا مؤثر، جدا جدا مؤثر. شوف كل مدرب له رؤيه وله، هو ادرى بالفريق وبالوضع الحالي، لكن اذا بتسالني انا نعم، بحاول العب بافضل اسلحه عندي وبحاول الغي نقاط القوه اللي عند الخصم، بالذات اذا انا على اون بيبر زي ما بيحكوا المنتخب الكوري امكاناته اعلى من. طيب ناثر، بدي اناقشك في هذا الموضوع، يعني عندك كمان اصابات للاعبين كانوا من بدايه البطوله، استثنينا اللاعبين المصابين وعدم قدوم موسى التعمري، اضطر يكون في عنده على دكه الاحتياط لاعبين اوراق رابحه، ربما استدراج كوريا الجنوبيه في الشوط الاول يعني امتصاص الضغط، ومن ثم زج الأوراق مع الطقس الرطوبة العالية في الشوط الثاني. هذا وجهة نظر. هلا إذا بدنا نمشي على هاي النقطة اللي حكيتها هلا، لو كوريا توفقت في الفرص اللي اجتها في الشوط الأول، قلت لك كانت النتيجة كانت ممكن تكون أسوأ. المجازفة مطلوبة، القراءة مطلوبة، المدرب لابد إنه بده يغير وهذا، لكن ممكن تكلف. هلا عدم التحاق موسى التعمري وابو شراره، وفي اعتقد لاعب صيصه اذا ما كان، نعم صيصه، هدول كانوا لاعبين مؤثرين، كنا اكيد كنا بحاجه لهم بهيك مباراه، لكن الظروف حكمت ان لا يكونوا، الظروف حكم ما بعتوهم. بس انا كنت بصراحه يعني انا اذا بتسالني اذا هدول اللاعبين انضموا، انا كنت على يقين انه منتخبنا على الاداء وعلى الشكل بتفوق، سيتاهل الى بتفوق في مباراه اليوم، كنت بشوف انه بتفوق بالذات بوجود لاعب زي موسى. طيب ما أين نقاط القوة الآن، أو بلاش نقاط القوة، يعني هل حصيلة المشاركة تعتبر خسارة مشرفة، يعني أدوا أكثر من طاقتهم، أم كان بالإمكان أفضل من خلال المجموعة وأيضا قدومنا مع كوريا الجنوبية في ربع النهائي؟ إجمالا كان جيد، لكن شوف إحنا
يعني رياضيين أردنيين، إحنا صرنا في نفس التحليل والسلالة لزمن طويل. وأنا عشان نكون يعني فتحت عليك جروح. لا مش هيك، بس إحنا كابتن مهند إذا بتطلع اليوم في الشارع الأردني خلينا نكون واقعيين. طبعا. إحنا إلى اليوم الشارع الأردني بترحم على أيام الكابتن الجوهري وبعدين بيحكوا بعدنان حمد، هذا دليل على إنه إحنا كمنظومة كروية دائما عم ننظر للسابق للسابق للسابق. أين الخطأ كابتن؟ هذا بده ضع يدك على الجرح، هذا بده نقاش، بده نقاش يعني طويل. رؤوس أقلام هلأ شوف، رؤوس يعني مش موضوع رؤوس أقلام، هي إحنا زي خلينا نضل على إنه كسبنا جيل رائع. نعم. لكن أعتقد حان الوقت وبكل أمانة في زي شرخ، في علاقة زعل بين الشارع الرياضي والجمهور الأردني والمنظومة الأردنية. نعم. لازم إحنا بالأخير بتعرف فريق واحد. نعم. سواء كنت أنت جمهور أو فني أو مجرد ما أنك متابع للكرة الأردنية، نبني على هذا نبني على أخطائنا، نشوف الإيجابيات ممكن نمشي فيها وخلص. جست إنه هذا هو الموضوع، لأنه إذا بدنا نعم. نحكي بالمجمل بعتقد إنه عندنا مواهب كفاية زي ما عم نشوف لعيبة عم تطلع. بعتقد إنه لازم ينعمل آلية مرتبة تتطبق مش بس على الاتحاد، تطبق كاستراتيجية نعم. الكرة الأردنية والذات على الأندية. نعم. بموضوع الجراس رود ديفلوبمنت، بموضوع اللي هو مراكز أو مش مراكز الواعدين، فئة الواعدين العمرية والتصاعد. لأنك أنت بتطلع منتخب من 2003 أسعد وأعطى أمل للجمهور. نعم. في التصفيات الأسيوية، وأنت اليوم متخصص في هذه الفئة بحكم عملك في الأكاديميات. نعم. وأيضا سفرك في الخارج مع الأندية. نعم. يعني شفت البوتنشل اللي موجود. نعم. خلال بداية تجربتي كمدرب في الفئات العمرية، وبحكي لك إحنا عنا إشي مبشر، لكن الاستمرارية، النهج، القرار، يعني في كتير قرارات تصب وبقول لك بدها نقاش طويل. نعم. فأعتقد أنه حان الوقت، هذا منتخب بنشوف شو بدنا نعمل وما نعيد غلطة منتخب 2007. نعم. اللي تأهل إلى كأس العالم في كندا 2007. إذن بدي أستأذنك والذهاب أيضا عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس وفد النشامة محمد المحارمة. في تايلاند تحدث للمملكة عن الخسارة بأنها كانت صعبة، ولكن الكرة الأردنية كسبت من هذه البطولة منتخب للمستقبل، فلنستمع. يعني الحمد لله رب العالمين، خسارة بالثواني الأخيرة خلينا نحكيها وباللحظات القاتلة. منتخبنا بالشوط الثاني كان فارض سيطرته والأمور ماشية بالاتجاه الصحيح. نعم. لكن قدر الله وما شاء فعل. وجهة نظر شخصية، يعني الشباب أدوا اللي عليهم رغم غياب يعني 4 لاعبين مؤثرين، اللي هو يعني زي ما الكل عارف لاعبين على مستوى عالي غابوا ما قدروا يلتحقوا بالمنتخب، ورغم انه السفر اللي بعد المباراه الاخيره مع الامارات. نعم. الشباب ما يعني سفرنا ثاني يوم 7 صباحا، فما كان في اي راحه للاعبين، لكن الحمد لله ادوا مباراه بطوليه، مباراه مشرفه، وكسبنا جيل جديد صراحه. كابتن، أعود إليك بسؤالي الأخير. يعني اللاعبين هم نجوم كرتنا الأردنية سواء في الدوري المحلي ونجوم الأندية، هل برأيك تأجيل الموسم كان أحد الأسباب في معاناة ربما عانى منها المنتخب الأولمبي، أم أن المعسكرات كانت كافية؟ شوف، عشان أكون معك صادق، ما التأجيل باعتقادي ما ضر لا المنتخب الأول ولا المنتخب الأولمبي. كيف ذلك؟ هذه قناعة وقرار. المنتخب كان بتجمع، بيطلع معسكرات، ينعمل له إعداد. إذا أنت بتطلع على لما كانت المنتخب يتجمع والدوري بالمسار، كنت تسمع أنه مدربين اللياقة والاتحاد بيحكي أنه اللعيبة مش عم تتجهز صح في النادي، فبده وقت كافي ليجهزوا في المنتخب. الدوري توقف، اتاخذ اللاعب في وجهات غياب المنافسات كابتن، يعني بتبعد اللاعب شوي عن حساسية المباراة ولياقة المباراة. نعم، بس كابتن مهند، احنا السنة الماضية في كأس آسيا كان الدوري شغال سنة 2017 2018. نعم. وصلنا لدور النوك اوت وطلعنا، ما كان في توقف في المنافسات. في يعني في
في, نعم. في الموضوع مش عشان هيك انا بحكي بناء على هذا الجزء يحتاج الى جزء مساحه اكبر للحديث عن هذا الموضوع. نتمنى ان شاء الله ان نكون قد كسبنا فعلا جيل المنتخب الاولمبي ليكون عمود فقري للمنتخب الاول. بدي اشكرك جزيل الشكر ان شاء الله في استضافات قادمه في برامجنا الرياضيه. كابتن ناثر جرار المدرب الوطني شكرا جزيلا لك. شكرا لك كابتن. شكرا جزيلا. إذن مستمرون معكم وفي بعد الفاصل. الوحدات يواجه الأرثوذكسي في الجولة الثانية من نهائي كرة السلة.